بس انا مع اني موجوع بس مش زعلان لانه الرب بيقول نياكم اذا اضطهدوكم وشحطوكم وقالوا لكم كلمات شريرة كرمالي فرحوا لانه لكم مكافأة عظيمة بالسماء. طيب انا رح نام يا ليلي لانه ضهري كتير عم بيوجعني. يلا باي. Thank you.
حلوين، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. تعرفوا أنه اليوم رح نكفي القصة، واليوم رح نسمع آخر جزء. خلينا نسمع مع بعضنا كلنا شو رح يصير. تعرفوا أوقات نحنا منكون عم نحضر موفي ومنقول يمكن رح يصير هيك بالآخر، يا ريت بيصير هيك بالآخر. أوقات منتوقع شو رح يصير، بس أوقات ما بتكون النهاية مثل ما نحنا مفكرين. ويمكن نفس الشي حسينا بس معنا شو صار مع نيت والمرسلين. بس الرب إله قصد من كل شي عم بيصير. وهلأ دايوما كانت كتير متفاجئة إنه ريتشل بعدها بتحبها وبتحب الأوكس كله وما تروح لعنده، وكانت صارت بتعرف أكثر شو هو هذا الشي اللي عندها، شو هذا السر اللي عندها اللي مخليها هيك. وهلأ مشان هيك صار بتعلمها أكثر لريتشل وأسرع، وريتشل كمان بتعلم أسرع لحتى تصير تقدر تحكي بسرعة وتروح لعندهم. صارت ريتشل تصلي للرب تقوله يا رب بليز أعطيني وقت أكثر إنه أقضي مع دايوما لتقدر تعلمني أسرع. تعرف شو بيصير؟ بيقول الزلمة اللي بتشتغل عنده دايوما بيقوم بعيطلها لريتشل بيقولها أنا بدي إياك تقضي وقت أكثر مع دايوما، رح أعطيكي وقت أكثر معها. إيه معقولة؟ ليه؟ بيقوم بيقولها لأنه أنا بدي روح على أمريكا، بدي أخذ معي دايوما وهنيك عندي مقابلة، بدي أنت ترجميلهم للعالم شو عم تحكي دايوما بلغتها، لشان هيك بديك تتعلم اللغة بسرعة. بتقوم ريتشل ما بتصدق إنه الرب استجاب صلاتها، وهيك بيصيروا يقضوا وقت مع بعضهم أكثر، وبيروحوا على أمريكا وبيخلصوا كل شيء هنيك، بيجوا بدهم يرجعوا. بس شو بيصير؟ دايوما بتسخن كتير كتير كتير، ما بقعد تقدر تطلع بالطيارة، بيقعدوا هنيك طينتروها لتصح، وبتنام بالفرشة كانت كتير ساخنة ومش قادرة حتى تعلمها لريتشل. فبتقوم ريتشل بتقول هيدا هلأ وقت مناسب لحتى أنا خبرها لدايوما عن شو قولكن، بدي خبرها عن الرب يسوع. وهيك بلشت تخبرها عن الرب يسوع وإنه هو قدا بيحبها، وإنه إجا ومات كرمالها، وخبرتها كل القصة. دايوما كانت هيك عم تفكر، كانت كتير متأسرة وفكرت بخطاياها وإنه عن جد الرب يسوع هالقد بيحبه ومات عنا على الصليب. فبيقوم تعرف شو بيصير؟ بتقوم دايوما بتآمن بالرب يسوع وبتطلبه على قلبها، وبتتغير حياتها وبتغير قلبها. وهلأ ريتشل كانت كتير مبسوطة لأنه أول شخص من الأوكاس آمن. من بعد ما دايوما صارت منيحة قاموا رجعوا على منطقتهم. وهلأ بتعرفوا دايوما شو بدها تعمل؟ شو قررت تعمل؟ بتذكروا ان هي هربت من هونيكي وكانت بتكرهن كتير للأوكس، بس هلأ الرب يسوع صار بقلبها، صارت تحبهم، وقالت انه انا بدي ارجع لعندهم بدي خبرهم هني كمان عن الرب يسوع حتى تتغير حياتهم. وهيك صار قامت رجعت هي وريتشل على الأدغال، بس مش عند الأوكس، وريتشل نطرتها. ودايوما هلأ بدها تروح لوحدها لهونيك لعند عائلتها ولعند كل الأوكس. شو قولكم رح يصير؟ قامت كانت ريتشل عتلاني هم شوي لأنه خيفين عليها لدايوما شو بدي يعملوا فيها، بس كانت كل وقت قاعدة وناطرة. ودايوما راحت لهونيك وكانت ريتشل ناطرة 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 ناطرة. بعد ما رجعت دايوما شو قولكن عم بيصير؟ شو قولكن عملوا لها شي؟ شو قولكن صار؟ بعد كم جمعة بتقوم ريتشل وباتي، بتتذكروا باتي مارتو لجيم؟ باتي وريتشل كانوا هونيك مع بعضهم بالأدغال بيشوفوا دايوما جاي بس مش لوحدة، كان معها مجموعة من الأوكاس جايين معهم. شو قولكن شو جايين يعملوا؟ فبيقوموا بيجوا وبيوصلوا لعندهم. تعرف شو بيقولولهم؟ دايوما بتقلن انه انا خبرتهم لعائلتي وللأوكس عن الرب يسوع، وهن اجوا معي لانه بدهم يسمعوا منكم اكتر ويعرفوا اكتر عن الرب يسوع، بدهم يكون تجوا معنا. ريتشل وباتي كانوا كتير متفاجئين، الرب بلش يعمل يتدخل ويغير، بيقوموا كتير بيكونوا مبسوطين
وبيروحوا معهم لهونيك، وهيك ببلشوا شوي وشوي يخبرون عن الرب يسوع وما بيقتلون. وبتعرف شو بيصير هونيك؟ ريتشل وباتي بيشوفوا واحد من الأوكاس يلي واحد من يلي قتلوا نيت والمرسلين، بس هن كانوا يحبوه، ما كان شي هين، بس الرب يسوع عطاهم القوة وهن كانوا يحبوه وكانوا عم بيبشروه، وهن هو ما جرب يقتلهم هلا. وكمان في مرة بيقوم في واحد من الأوكاس بيقلها لريتشل أنا رايح وبدي أقتل هيدا الزلمة، أنا أخذ الرمح ورايح. فبيقوم بياخد الرمح ورايح بدي يقتل هيدا الزلمة التاني، فبتقوم ريتشل شو بتعمل؟ بتقول لا لا ما بدي خليه، بتقوم تلحقه، بتروح بتقشط الرمح، بتركض تركض 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 بتكبه هيك بعيد. بيقوم ممكن في يجي يقتلها، بيقوم لا بتروق بيروق أعصابه بيقول له خلص خلص أوكي ما بقى حاعمل له شي، وبتنجح معها الخطة. وهيك شوي وشوي الرب كان عم يغيرهم للأوكس. وريتشل وباتي صاروا بدهم يتعلموا أكتر وأكتر اللغة ليقدروا يبشرون بطريقة أحسن، بس اللغة كانت كتير صعبة تبع الأوكس، بس مين كان عم يساعدهم؟ دايوما. ودايوما كانت هي عم تبشر معهم. دايوما صارت أول مرسلة من الأوكس بتروح لعند شعبها وتبشروا وبتخبروا عن رب يسوع، وصارت كل أحد تجمعهم مع بعضهم وتعملهم تخبرهم قصص من الكتاب المقدس، وفي كتير منهم بلشوا يؤمنوا بالرب يسوع، وفي كتير من الرجال يلي هن شاركوا بقتل نيت والمرسلين الأربعة كمان آمنوا، وهن طلبوا من الرب يسامحهم وقالوا نحن عملنا شي كتير غلط، بس من يوم والرايح بدنا نعيش للرب مثل ما هو بده. وبعدين بعد فترة سافرت باتي ورجعت على أمريكا وكتبت كتاب كتير كبير خبرت فيه كيف الرب عم يتعامل مع الأوكس وكيف هن عم يؤمنوا وكل شي عم بيصير هونيك. في كتير ناس قريوا وصاروا هن بدو يروحوا كمان لعند الأوكس. وبتعرفوا انه مش كل الأوكس دغري تغيروا او آمنوا بالرب يسوع، بس مع سنين مع سنين هي وعم تمروا في كتير منهم آمنوا بالرب يسوع وتغيرت حياتهم لدرجة بتعرفوا شو صار؟ العالم بطلوا يسموهن أوكس. نحن قلنا العالم كانوا مسميون أوكس لأنه هن كانوا يقولوا عنهم متوحشين، بس هلأ تغيروا بطلوا عم يقتلوا، ولأنه الرب يسوع صار بقلبهم رجعوا يسمون باسمهم الحقيقة. بتعرفوا شو اسمهم؟ اسمهم هو واودوني، ما اسمهم أوكس. ومن هلأ ورايح صارت العالم ترجع تعيطلهم واودوني، وأنا من هلأ ورايح أنا وياكم رح نقلهم واودوني. كتير منهم آمن بالرب يسوع حياتهم بلشت تتغير، وتغيرت كتير. قبل ما كانوا يخلوا ولا طيارة تجي لعندهم، هلأ عملوا محل ووسعوا لحتى الطيارات تغط، وصار الطيارات بتروح وبتجي وبتودي غراض بتجيب غراض. وكمان صار في عندهم إنجيل، ريتشل هي ترجمة إنجيل مرقس، وصار عندهم إيه صار فيهم يقروا بلغتهم. وكمان تعرفوا شو فكروا؟ هلا الواودوني المؤمنين شو صار بدهم يعملوا؟ عرفوا انه في اعدائهم بمطرح تاني بالادغال، وقاموا قالوا هيدول اعدائنا هونيك ما بيعرفوا شي عن الرب يسوع، نحنا كمان لازم نروح نخبرهم. وهيك تذكروا كيف نيت والمرسلين الاربعه خاطروا بحياتهم بس كرمال يخبرون عن الرب يسوع، فقالوا نحنا بدنا نعمل نفس الشي. فقرروا يروحوا على الأدغال لهونيك على منطقة الأعداء تبعهم، فبيقوموا هني ورايحين تيبلشوا بدو يخبرون عن الرب يسوع. بيقوموا الأعداء بيشوفون وشو بيعملوا؟ بيقوموا بيروحوا بيجيبوا الرمح تبعهم، كل واحد بيجيب رمحه وبلشوا يلحقون 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 بدون يشكون ويقتلون. فبيقوموا شو بيعملوا هني؟ بيقوموا بيروحوا بيركضوا بيركضوا بيركضوا، كل واحد بيروح بيتخبى ورا شيء بيكونوا ناطرين. بس الواودو الشعب الأعداء تبعهم بيقوموا شو بيعملوا؟ بيشوفوا أثار الإجرين تبعهم بيكونوا لاحقين أثار إجريهم، فبيقوموا الواودوني
يقوم بيقولوا يا رب بليز بليز خليها تشتي خليها تشتي، إذا شتت بيروح الأثار تبع أجرينا ما بيلاقونا. فبيقوم شو بيصير قولكم؟ دغري ببلش تشتي الدنيا والرب يسمعنا صلاتهم وما بيصير لهم شيء. وبتعرفوا إنه الواودوني ما استسلموا، قالوا إنه نحن بدنا نلاقي غير طريقة لحتى نبشر فيها أعدائنا. فقاموا تذكروا شيء، بتعرفوا شو؟ قاموا تذكروا نيت والمرسلين الأربعة شو كانوا يعملوا معهم؟ قالوا إيه؟ رح نطير بالطيارة ونقول لهم كلمات حلوة، هيك بيعرفوا إن إحنا منحبهم. وهيك عملوا. وبتعرفوا كمان إنه الرب عن جد كان عم بيغيرهم كتير كتير كتير، لأنه هلأ صار بقلبهم. بس حياتهم مش معناتها إنه كانت كتير هينة، في كتير من أعدائهم كانوا بدهم يقتلون لأنه هني هلأ جايين يبشرون، كانوا بدهم يهجموا عليهم ويقتلون، ما كانوا حابينهم أبدا. وبتعرفوا في مرة واحد من الواودوني راح لعند ضيعة الأعداء لحتى يبشرون عن الرب يسوع، بيقوموا بيقتلوه وبيموت. بس هني ما كانوا هلأ عم ينتقموا بقى مثل ما كانوا يعملوا قبل، وكمان حتى الناس بطلت تخاف منهم، لأنه قبل كانوا يخافوا منهم لأنه كانوا يقتلوا، بس هلأ بطلوا خيفاني منهم، صار يفوتوا لعندهم على أرضهم ويقشطون أرضهم ويقشطون غراضهم ويقزون. بس هن ما كانوا ينتقموا، بطلوا ينتقموا لأنه هلأ الرب يسوع صار بقلبهم. قصة الأوكاس الواودوني فرجتنا وذكرتنا بأشياء كتير ما في غير رب يقدر يعملها، ما في غير رب بيقدر يعطي هالمواهب لصبي صغير مثل نيت ويخليه يصير مرسل طيار بس يكبر يستخدمه، ما في غير الرب يقدر يحول شي كتير بشع مثل وقت مات نيت ورفقاته، ما في غير رب يقدر يحول هيدا الشي للخير ولشي كتير حلو انه ناس كتير تآمن من وراء هيدا الشي اللي صار، ما في غير رب وحده بيقدر يعطي ريتشل انه تحب اعدائها وتحب الأوكاس يلي قتلوا خيها. وبتعرفوا انه هي ضلت كل حياتها تسميهم عائلتي، تقول عنهم هيدول عائلتي، وعيشت معهم وقت كتير طويل وكانت تحبهم. ما في غير الرب وحده بيقدر يخلي بنت مثل دايوما انه يلي كان قلبها مليان كره وحقد انه يشيل كل هيدا الشيء من قلبها ويخليها تحب شعب يلي هي بتكرهه وتروح وتبشرهم عن الرب يسوع. ما في غير رب وحده. وبتعرفوا شفتوا هيدي الصورة؟ شفتوها؟ مين قابلكم هيدا الشخص؟ بتعرفوا مين؟ هيدا الشخص هو اسمه ستيف. وبتعرفوا مين هو ستيف؟ ستيف هو ابنه لنيت، كبير هلأ. وبتعرفوا شو عمل؟ قرر يكون مرسل مثل بيه. ولعند مين؟ لعند الأوكاس اللي قتلونه بيه. ما في غير الرب بيقدر يخلي ويعمل هيدا الشيء. هلأ ستيف راح على الأدغال لعند الأوكاس وصار مرسل عندهم. كيف بيقدر يحبهم؟ مثل ما قلنا الرب وحده بيقدر يعطيه هيدا الحب. وبتعرفوا شو شفتوا بهيدا الصورة؟ هيدا الشخص اللي معه لستيف هو واحد من يلي قتلوا بيه، وهلأ صار هو رفيقه والبست فريند تبعه بيحبه كتير. هو هذا الشخص آمن بالرب يسوع كمان. تعرفوا ما في غير الرب يسوع، ما في غير الرب بيقدر يعمل كل هيدا الاشياء. Thank you.
هيدا القصة؟ كتير 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 حلوة. كتير منيح. تعرفي يا جودي، هي القصة عن جد حلوة، بس احنا كمان لازم نتعلم منها. ما هيك؟ شو منتعلم منها أولكن؟ نتعلم منها إنه نحنا إذا الرب يسوع بقلبنا شو لازم نعمل؟ لازم نبشر كل الناس ونخبرهم حتى هو كمان يصير بقلبهم ويغيرهم حياتهم، ما هيك؟ وكمان نحنا لازم نعرف نصلي نقول له يا رب انت شو بدك مني بحياتي، والرب اكيد هو اذا نحنا بدنا نعمل هذا الشيء هو حي يساعدنا ويقلنا شو لازم نعمل. نحنا لازم نبشر الاشخاص اللي حوالينا، رفقاتنا، الناس اللي بنعرفهم، وكمان لازم نستخدم الاشياء اللي الرب عطينا اياهم لحتى نبشر ونخدم لقاله. مثل ما نيت كان عنده مواهب كتير واستخدمها وصار مرسل طيار. وبتعرفوا انه يمكن انت او انت يا جودي او انا الرب يطلب منا نكون كمان مرسلين، فهل نحن حنكون حاضرين وحنروح ولا حنخاف ونقول لا ما بدنا؟ شو رح نعمل؟ خلينا دايما نتذكر نيت والمرسلين قدي كانوا شجعين وراحوا وما خافوا من شيء لأنه كانوا حاطين الرب الأول وما خافوا من شيء أبداً، ما هيك؟ وأنا هلأ رح قلكم باي، وأنا برجع بشوفكم مرة تانية. باي باي. باي باي.